طبعا من الميدان رح ننتقل على الاستديو ضيفنا الكريم صار موجود معنا المهندس خالد الصباغ ريادي أعمال أردني ومدرب لأكثر من 700 طالب وطالبة للتجارة والتسويق الإلكتروني في الأردن والوطن العربي بدنا نقول لخالد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم دورتنا. يعطيكم ألف عافية شرفت فيكم والله شكرا. خالد تحدثنا بالبداية عن على انه موضوع الوظائف تغيرت في الآونة الأخيرة، مفهومك للوظيفة تغير، هناك العديد من الوظائف اللي دخلت جديدة وهناك العديد من الوظائف اللي عم تتلاشى، منها مثلا حتى موظفين البنوك، نحن صرنا نشوف هناك العديد من التعاملات المالية عم نعملها أبليكيشن بالتليفون، نعم. فعم نشوف كمان هناك العديد من البنوك عم بتحاول تقلل من موظفينها، بتعرف الكوست بصفي هو عنده هذا البنك بده ياخذ أكثر نسب من الأرباح كيف بدنا نجد فرص جديدة من الوظائف إن كانت حكومية أو إن كانت خاصة بتبلش من الشباب تعرفنا على هذا الموضوع هلا بشكل عام الوظائف بشكل عام بالعالم توجد حتى الشخص يلبي احتياج معين صحيح. للسوق أو للمكان اللي هو بيشتغل فيه بالفترة اللي إحنا عم نعيشها الإنسان بيضل يتطور صح. تمام ففي كثير وظائف رح تندثر مع المستقبل، مع الوقت وما رح يكون في ممكن تستبدل بآلات او ماشينز او روبوتس اللي هم روبوتات ممكن تقوم بنفس المهام بتشتغل لمده 24 ساعه سبع ايام بالاسبوع 365 يوم بالسنه بدون اجازات بدون ما يمرض، فبالنسبه لصاحب العمل اكيد رح يفضل انه يشغل عنده ماشين بالتعبئه مثلا فضلا عن ما يشغل شخص هذا الحكي انا سمعته قبل شوي من كافي الصبح كانت عم بتقول انه راح يستغنوا عن المذيعين ويستخدموا روبوت هلا الا الاشياء اللي بيكون فيها تفاعل حس يعني اكيد ما راح يستغنوا عنكم يعني هلا مثل ما عم نشوف في قطاع الخدمات العمال السيارات التكنولوجي كثير وظائف عم تستبدل بماشينز وبرامج يعني هلا ممكن تستبدلي محاسب بسوفتوير صحيح. ممكن تستبدلي مثل ما تفضلتي موبايل ابلكيشن بحل كثير مشاكل صح. الخدمات اللي احنا عم نعيشها في قطاع التكنولوجيا في قطاع الاي تي في قطاع السفر المستهلك عم بيكون عنده ثقافه اعلى لحتى يخدم نفسه بنفسه صح. فهذا بيعطي مسؤوليه اكبر لكل شخص انه يقدم من حاله نسخه افضل لانه العالم ليس بحاجه للمزيد من النسخ يعني اذا كان الشخص مثل قبل 20 سنه ما راح يقدر يوجد له مكان كوظيفه بالسوق المحلي او العالمي صح واحنا كمان تغيرنا خالد يعني بطلنا زي قبل لازم احنا نروح ونشوف الشغله ونعاينها ونفحصها ونقيسها لا صرنا بدنا نطلب اي شيء اونلاين صار كثير سهل حتى الكريدت كنا قبل عندنا افكار غريبه راح يسرقوا الفيزا راح يسرق الحساب م. الجهل اللي كان عندنا قبل والوعي اللي صار عندنا هلا هاي الفتره قد اثر على التسويق الالكتروني هلا الوعي بالاقتران مع الخدمات اللي صارت يعني مطورة أكثر. مم. هلا في السابق ما كنا نشهد تجارة إلكترونية بالحجم اللي عم نشوفه اليوم. ما كان لعدة في كمان أسباب. مصداقية بالتعامل. مية بالمية لعدة أسباب. واحد منها إنه القانون ممكن في السابق ما كان في قانون بحمي البائع والمشتري. فما في ثقة ما في ترست عند الشخص لحتى يقدر أنه يقوم بعملية شراء كاملة أونلاين <applause> رقم تنين ممكن البيمنت <applause> ميثود اللي هي طريقة الدفع <applause> اليوم في عنا بالأردن أو بالعالم ممكن ثمانية أو عشر طرق دفع إلكترونية <applause> الشخص مش بحاجة أنه يستخدم كاش ويطلب الأشياء اللي هو بده إياها ممكن يدفع عن طريق كتير شركات أوكي؟ بالإضافة لموضوع اللوجستيك اللي هو التوصيل يعني ما كان في خدمات توصيل للمناطق البعيدة عن العاصمة عمان في صح. يعني قبل مش زمان عشر خمس سنين عشر سنين ما كان في خدمة توصيل مثلا للمفرق بالضبط. أوكي أو كانت تكلفة التوصيل للمنتج العالي. أغلى من ثمنه صح. فهذا بيخلي المستهلك أنه أنا ليش أدفع مثلا سبع دنانير توصيل م. مقابل منتج معين أني أشتريه يعني هذا يعني تقريبا قد سعر المنتج نفسه صح. فكل العوامل هدول مع الوعي ومع الثقافة والمعرفة عند المستهلك أدت إنه تسارع عملية التجارة والتسويق الإلكتروني، تمام؟ بالإضافة إنه خلال فترة السنة الماضية جائحة كورونا سلوكيات المستهلك تغيرت صح. يعني إحنا بطلنا نروح على نفس الأماكن اللي كنا نروح عليها، اهتماماتنا وأولوياتنا كمستهلكين تغيرت، فبالتالي أثر على السوق وانتقل الشخص من خلينا نحكي مستهلك تقليدي بيشتري كل ادوات اللي بده اياها على السوبر ماركت او على المحل او على محل الاواعي لازم يشوف القطعه ويلمسها بعدها يشتري لحدا ممكن يستخدم وسائل المتاحه اللي هي اصلا بتريحه صح. بمجرد ما استخدمها مره واحده صعب جدا انه تحكي له ما تطلب اكل بهي الطريقه ما تستخدمش التطبيق هذا عشان تطلب اكل ف هذا كلياته تساعد باستراء وتيره التجاره الالكترونيه والكاش اللي عم بيكون موجود بطريقه جدا سريعه بتعرف عشان اكون انا دائما واقعيه زي ما بحكي لهم انا من الاشخاص اللي كنت عندي مثلا الفيزا اكون م. حطيتها بالجزدان والرقم السري في مكان ولف الجزدان ممكن ما اطلعها الفيزا <applause> ودائما كاش هلا بنشوف بطلنا نحمل كاش صرنا نخلي الفيزا وصارت حتى في اشي وايرلس وفي اشي مش عارفه باسواره والى اخره آه، الثقافه تغيرت عند المجتمعات بشكل عام بدها تتغير كمان عند الشباب نعم. ايجاد مشاريع رياديه ما استنى الوظيفه واقعد واصير اقول لك مثلا الحكومه ولا القطاع الخاص ما انشا لي هذا المكان حتى اتوظف ويجيني من خلاله راتب، قديش انه المشاريع فتحت راتبها خمس لست اضعاف الراتب بدك تاخذه ان كان القطاع الخاص نعم. او القطاع الحكومي وانا ساعدت كمان اشخاص انهم يتوظفوا معي بهذا المجال 100% <ثم> ايه <أكلمة> مثل ما تفضلتي في كلمه كتير حلوه حكيتيها انه كان في بالسابق قطاع عام وقطاع خاص بس اثنين لا لهما. لهم هلا في قطاع عام وقطاع خاص واون بزنس اللي هو مشروع خاص ممكن الشخص يفتحه لحتى يقدر انه يحقق مصدر دخل من خلاله. هلا من الذكاء انه الواحد يتعامل مع الظروف المحيطه والادوات اللي بتكون موجوده عنده بطريقه يستغلها لخدمته، صح. تمام؟ فمثل ما عم نشوف في تطور في ادوات الدفع، مم. بخدمات التوصيل، بالقانون، بعده منتجات وبالاضافه للثقه والوعي عند المستهلك باستخدام موضوع التجاره الالكترونيه والانخراط فيها، مم. انت اليوم كشخص فرصتك اقوى وانجح بكثير من السابق انك تفتح مشروع خاص لك هلا انا دائما بركز على بالتدريبات اللي بنقوم فيها انه الطلاب لما نعطيهم بعض المهارات حتى يفتح مشروع خاص له هاي المهارات بتساعده باقل الموارد يعني في السابق كنا نسمع لما نحكي واحد بده يفتح مشروع أي أول كلمة بتخطر على بالكم إيش؟ إيه لازم يكون في عو... رأس مال. صح؟ إيه لك المصاري. بده شوية فلوس عشان يفتح مكان. رأس مال. بالضبط. اليوم بإمكانك تفتح مشروع بدون توفر رأس مال. صح. أوكي؟ بس ببعض يعني استخدام بعض الأدوات مثل إنشاء أفضل. مثلاً صفحة إلكترونية، م. أوكي؟ واستخدام منتجات معينة أوريدي موجودة بالسوق، في تجار أوريدي استثمر قيمة معينة من المال م. حتى يوجد هذا المنتج، صح؟ فأنا بالنسبة إلي بإمكاني إني أشتغل معهم. باني اخذ المنتجات بسعر جمله على سبيل المثال واعرضها عندي واكون جزئة. شاطر في عمليه التسويق صح حلو. لانه الاحتكاك المباشر بين المستهلك وبين البائع هو اللي رح يحقق عمليه البيع من ابتداء صناعه المنتج لحد ما يوصلنا المنتج لل خلينا نحكي السبلاير او الشخص اللي بده يبيعه بالاردن هون هاي البروسيس انا مو في داعي انه افوت فيها وتعتبر 80% من الجهد اللي م. الشخص لازم يبذله حتى مم. يوصل منتج معين فانت اذا بتشتغل اخر 20% مم. من الجهد خلينا نحكي راح تقدر تحقق الهدف مم. يعني زي اللي بركض من اول ملعب لاخره وانت الشخص اللي راح يجيب الجول طيب خالد ايش اكثر مهاره فرقت معك وانت عم بتدرب هالطلاب وهالطالبات حسيت انه عن جد بتفرق بالمشروع بنجاحه او بشغف الشخص اللي عامل هالمشروع لانه مش كلنا من اول مره المشروع عنا بينجح وبنقدر احنا نوصل للي احنا بدنا اياه هلا في شغله كثير مهمه انه الالتزام والانضباط والشخص نفسه اللي عم بيقود هذا المركب انه يكون عنده العقليه اللي راح تقدر توصل هذا المشروع من نقطه الف لنقطه باء اوكي؟ آه ما في مشروع بالعالم ما بيواجه صعوبات مم. واحنا كاشخاص حتى في انجاز مهام صغيره بنواجه صعوبات مرات يوميه فبيحكي لك اليوم اللي ما بتواجه فيه صعوبه انه انت بتكون ممكن واقف مكانك. مم. آه بمجرد اختيارك لانه انت شخص بدك تفتح مشروع خاص لك لازم تكون قادر في حل على حل المشكلات والتعامل معها وانا دائما بركز على كلمتين اللي هم الالتزام والانضباط صح التزام وانضباط بكل ما تحمل الكلمه من معنى باي مهام بدك تقوم فيه بشكل يومي لانه راح تواجه مشاكل مع السبلاير راح تواجه مشاكل بالدفع راح تواجه مشاكل تقنيه راح تواجه مشاكل بالسوفت بالمنتج باختيار المنتج بالتسويق بالتعامل مع السوق المحلي بالمنافسه فهي كلها عباره عن زي بازل فاذا بناخذ انه المشروع المشاريع اللي بتنجح في دراسه بتحكي انه 97% من المشاريع بتفشل بعد مرور اول سنه صح ليش هي فعليا ما بتفشل ولكن الشخص بينسحب تنسحب قبل او بزهر. ما ينجح، ببطل عنده الطاقه بس هي هاي انه بينسحب قبل ما يوصل لخيط امل انه يقدر ينجح <applause> احنا بنقول لازم كل واحد عنده الاسرار وهذا الشيء اللي انا دائما بركز عليه ما تتعب ما تيأس من اولها لانه اذا انت ما تعبت مش راح يجيك الشيء على طبق من فضه وتفضل هي هاي مثلاً الـ الـ أو دهب. الموضوع <applause> او ذهب او الماس يعني على كل حال خالد بدنا نشكرك نشكر تواجدك معنا اذا حدا من الاشخاص حاب مثلا يعني يستفيد اكثر من افكارك بصفحتك على الفيسبوك حتى او الانستغرام حتى يتساعد او تساعد العديد من الأشخاص الاشخاص اللي حابين اكيد المشاريع. اكيد صفحتي على الانستغرام خالد الصباغ اخر كلمه بحب احكي صدق. لكل الشباب انه ممكن كل حدا بتشوفوه بشكل يومي ناجح في مجال معين وصل لهذا النجاح ب العديد من التجارب والاشخاص اللي تعامل معاهم والاصرار صح. وجرب كثير شغلات وفشل بجزء كبير منها ونجح بشوي صح. فلما انت تشوف شخص ناجح اعرف انه في كثير تعب طبعا ورا ما شفته ورا هاد طبعا. الاشياء صح. وانا دائما ف... بقول خالد الفشل مثل القوس لما بتسحبه لورا هيك بترجع شوي بتوقع شوي بعدين بتقلع 100% ان شاء الله بتحقق كل شيء نفسك فيه. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الف شكرا لكم وسعد صباحكم مره ثانيه اهلا صباحك شكرا